وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيف هذه الحلقة أحد أوائل وأشهر المصورين اليمنيين الذين أرخوا الوطن بعدساتهم. ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الرحمن الغابري. أرحب بضيف اليوم. أستاذ عبد الرحمن، لو تكلمنا بداية عن عبد الرحمن الغابري نفسه، من هو؟ كما يحب أن يعرف بنفسه. والله هو ما حدا أعتقد ما حد يقول عن نفسه شيء أكثر مما يقول إنه عشنا الطفولة وحياة مليئة بالأحداث من كل شيء، وكانت شقية وممتعة في نفس الوقت. هو هكذا مرت الحياة ووصلنا، تركنا القرية وما فيها من جمال وذهبنا للتحصيل العلمي في المدن والمدارس المدن، وهكذا وبعثنا للخارج ودرسنا في مجالات مختلفة من مجالات الفنون، فوتوغراف، سينما، صحافة، وحياة وتمثيل، يعني هذه الأشياء اللي رغبنا أن نمارسها وعشقناها منذ الطفولة. نعم. ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. جميل. طيب نرجع مرة ثانية لبداياتك مع التصوير. لك قصة لطيفة حول التصوير متعلقة بصور أخوك، كانت تجي لكم من العراق تقريبا. إيش هي هذه القصة؟ الآن البداية هي كانت من بداية عام 1968، يعني أو أول بداياتي يعني بالنسبة للفوتوغراف، وكنت حينها طالب لازال، لكن كنا نمارس الفوتوغراف كهواية، وبعدين دخلنا دار كروم والغرفة المظلمة واشتغلنا بالأفلام الأسود والأبيض، حمضنا وطبعنا، ثم خرجنا للشارع. يبدو لي أننا كنت من القلائل جدا أنه من الذين خرجوا للشارع، لأنه كان التصوير محصور على الاستديوهات، يعني والاستديوهات قليلة في صنعاء وكثيرة في تعز ومثلها في تعز، لكن أنا كنت واحد من قليل جدا الذين خرجوا للتصوير الميداني في الجبال في الوديان. وأولها بدأتها في القرية، والصورة الأولى كانت من الشخصيات البارزة، كانت لأمي في الحقل. تقريبا بدايتك كانت مع الوالدة لما كانت الوالدة تشتغل في الحقول، فكنت تراقبها، وتقريبا هذا اللي شكلت ذائقتك الفنية. أنت كيف تقول، كيف تشرح تأثير مراقبتك لوالدتك على ذائقتك الفنية هذا؟ هو فعلا هذه كانت قلت لك من الشخصيات الهامة، وأنا شخصيا اعتنيت بها، يعني ما رغم أني ما فهمت كثير من السؤال لأنه في مضمونها الوالدة، فحببت أننا أخذها في الحق، لأنه هناك 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 ربيت وهناك عش في الحق أنا مع أمي، يعني أمي بالذات يعني الفلاحة، فحاول قلت أجسد ما كنت أتخيله في صورة، ما كنت أتخيله أو أود أن أثبت المشهد إلى الآخر، هو هذا المشهد اللي هو مشهد أمي في الحق. هل حصل وقمت بعد الصور التي التقطتها عدستك؟ لا أبالغ، كثير جدا جدا طبعا، الأسود والأبيض هذه الفترة الزمنية نصف قرن وأكثر كانت كفيلة بأن أجمع، يعني أنا بذلت فيها مال وجهد وتعب في كل مكان، لا أستقر في أي مكان ما لم أصور، ما لم أتجه إلى أي مكان، فكنت بشكل يومي بصورة يومية
أعمل في التصوير سواء مطلوب مني أو مطلوب هكذا، يعني ما يعني لازم أخرج، خاصة أن أنا مش من متناولي الكات اللي أحب المكال والجلوس، ومش أخرج دائما الناس يروحوا المكال وأنا أخرج الشعاب والوديان. أعتقد أنه هذه الفترة الزمنية الطويلة كونت كثير من كونت عديد من الشرائح من اللوحة من الأفلام، الشرائح النيجاتيف والبوزيتيف اللي اشتغلتهم زمان. ففي الفترة الأخيرة اشتغلنا ديجيتال وبكثافة طبعا، ما هذا كنا الفيلم الواحد تحرص تشتريه وبعدين تحمضه وبعدين، الآن التصوير سهل، ممكن أصور في فالعدد الآن يتجاوز، أنا أعتقد ولا مبالغة، أنا هذا السؤال سألني واحد مصري في لبنان، كنا في أحد الورش بيقول لي لما قلت مليون ونايف مليونين ضحك الرجال كأنه أنا بمسخرة، قلت له يا صاحبي هذا الفترة الضحك، وأنا قلت له أنا سأثبت لك كونك أهم من أهم وأشهر المصورين اليمنيين من فترة طويلة. ما هي أهم الشخصيات التي عملت معها والتي صورتها بعد ذاتك؟ أي الشخصيات يعني تعقدي من أي فئة الفني؟ هم عديد أشخاص، أنا اشتغلت مع وصادقت كثير من الناس، يعني من هذه الشخصيات الاجتماعية والسياسية، وكنت مع الكل، شخص مهني مع السياسي، لا مش بالضرورة أننا أكون متوافق معه سياسيا ولا، لكن يبقى أننا أعمل هذا وأدي مهمتي مهمتي الملقى علي يعني. وأنا وحدة أنا صورت في لبنان وفي الحرب العراقية الإيرانية، الحروب هذا بالنسبة للحروب يعني في 79 أصبت إصابة بالغة وإصابة يعني لا بأس، في الوقت الذي ناس ماتوا جنبي يعني ماتوا كثير بحوالي، لأني كنت في مواطي والقذيفة كانت هذه مع الأسف في الحرب اللي كانت بين شطري اليمن حينها الشمال والجنوب. في أحداث حصلت ربما المشاهد أو الشخصيات تنساها وأنت محتفظ بالصور وتتذكرها، إيش شعورك وأنت تحتفظ بهذه الصور اللي تتحدث عن أحداث أشخاص قد نسوها؟ والله فعلا هذا يمتلكني الحقيقة، أنه أنا أكف بأمام في لحظات الرهبة وأحمد نفسي أحيانا في بعض الأوقات، لأنه أنا عندما أكون قد سجلت موقف جميل لإنسان قد ذهب إلى الآخرة وكان لو زخم في الأحداث في الأحداث في الحياة اليمنية بشكل عام سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو فنية، أشعر بزهو أحيانا وبألم على تلك الشخصيات. للآن أنا يبدو لي أنه في الفترة الأخيرة سأنشر مثل هذا في الفيسبوك، سأنشر عن شخصيات مثل هذه، عن شخصيات فقدناها في مجالات عدة، يعني بتكلم فيها بالجانب الفني بحت، سواء الجانب الفني والجانب العلاقات الإنسانية اللي كانت تربطنا وتأثير هذا الشخصية في الحياة اليمنية سواء كانت فنية أو سياسية أو اجتماعية وهكذا يعني. نعم أستاذ عبد الرحمن، تحدثنا عن التاريخ وتحدثنا عن أعمالك القديمة، اليوم في 2019 إيش تقول عن علاقتك بالكاميرات الحديثة والتكنولوجيا؟ أنا أتابع متابعة التكنولوجيا رغم السن، لكن عندي طاقم كويس من الأولاد هم محترفين وخريجين طبعا وخريجين
جامعات ولغات أيضا ومحترفين جدا يعني. فإذا عجزت أن التعامل مع الآلات الحديثة والتكنولوجيا الحديثة في مجال التصوير فعندي مرجعية تدعم يعني، فعندي ما يدعم، عندي حصيلة في مدرسة حديثة بتطور بشكل سريع بشكل آني ويومي. نعم. هم زرياب أمين، أريج، شذا، هذول أولادي محترفين تمام يعني وجيدين. طيب بعيدا عن هذا كله، لا زلت أعمل في هذا الجانب أيضا. أشتغل الآن الأفلام حق رقمنها إلكترونيا، أنا صرت أعملها إلكترونيا، بعد صرت أحولها، يتم عملية التحويل والرقمنة على يدي أنا شخصيا، ما عاد أحتاج. نعم. بعيدا عن هذا كله، لما تجلس مع نفسك وتفكر في ماضيك وأشغالك وأعمالك، تحس أنك حظيت بالتقدير بمكانتك ودورك؟ والله أنا لا أنتظر يعني، لا أنتظر من أحد، أعمل لما أكون، حتى لو ما تنتظر أنا أطلب فقط الصحة كي أواصل، لا أعدو من أحد. ما أظن شنو في تقدير حصلت عليها من أشخاص ومنظمات أدبية فكرية، وأولها اتحاد الأدباء وبعض من قطاعات بعض من المنظمات الأخرى المدنية والفنية والمعنية بهذا الشكل، مثل MAPPI حصلت على دبلومين منها، حصلت من العراق في الثمانينات على دبلوم أيضا وتكريم، حصلت من كثير من الجهات ذات العلاقة بالتصوير، كثير عندي شهادات وتكريم ودروع جميل. لكن برضو ربما في جانب آخر من هذا السؤال، لازلت أطمح بأن السؤال الذي يطرح نفسه أو جانب آخر من هذا السؤال نفسه، المردود المادي، يعني لو فنان بمثل قدرك بمثل مكانتك في بلد آخر كان عايش في بحبحة، أنت عايش في نفس البحبحة اللي يتكلم عليها؟ أنا لم أعد أنتظر التكريم يعني ولا التقدير، أريد فقط أن يتركونا كل أن نخلص من هذه الحرب وأن نعيش الفترة كي نواصل الفترة أطول، كي نواصل عملنا، ما عاد ننتظرش تكريم، ما نود أن كل يتركونا لحالنا كي نواصل في عملية الإبداع أو نعيش بهذا الشكل. ما للشباب اليوم ونصيحة تقدمها لهم؟ أنا ناضل مثلا الشباب بشكل عام، أرجو أن بشكل عام أن يتجهوا إلى مجالات التعليم التنموي، التعليم المفيد للوطن، وأن يحاولوا أن لا ينغمسوا في هذا في المناهج، هذا المناهج العام السيء الذي أنتج لنا مثل هذا. أنا أوجه للشباب بالذات في مجالات الفنون أن يتطوروا أكثر فأكثر، وأن يتدربوا وأن يتعلموا أكثر في مجالة الإبداع، لأن الإبداع هو المستقبل. وأنا أقول وليس تحيزاً، التصوير بالذات هو المجال الأبقى والمستمر، لأنه يتحدث، لأن الصورة هي التي ستبقى وهي التي ودونها سيلغى. أنت ملاحظين الجريدة الآن لم تعد مهمة، الصورة هي كل شيء، الصورة هي المكان، هي الحدث، هي كما قلنا هي الحاكم، هي القاضي، هي المحامي، هي رجل الشرطة، هي العدل.
الصورة هي العدل لا تحتاج ما هي المثبت للحقيقة. أستاذ عبد الرحمن الحديث معك شيق وأود لو ألا ينتهي، لكن المشكلة في الوقت الضيق. أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل السلامة والصحة والعافية وعمر مديد إن شاء الله. شكرا كثيرا الله يحفظك.